يعني معك حق، نعم 100%. خلينا دخلنا بالبرنامج تاعه لله. He wants to كل البرامج. لما حدثت بالبرنامج يعني عرفت انا ابني عم يحكي عربي، ابني مش حكي عربي، والوالد مش حكي عربي، كلنا اجنبيين. فلذلك لما نزلها بالبروجرام، الولد يتنشا بالبروجرام. شكرا. هذا حلم. بس يعني انت تحكي مع سوبرنتندنت، يو جايز ميك ذا فوت، تعطي ذا سوبرنتندنت بيكوز يو ار ذا كاستمرز، صح؟ تلهم وي نيد ا بروجرام اباوت لايف سكيل. لايف سكيل شود بي ان افري كيل سيل. صح؟ اي نو. بس they وي ستارت سكول. لايك يو سيد، يا ات ازنت ا بروجرام، بس اي مين لايك بس هي ادفنت تو بي لايك. يا واحد يعني اهداف هذا اللقاء في الحقيقه مع شكري للمتحدثين هو ايضا التعريف، لان هناك حلقه ضائعه وهي هناك جهود هائله تحدث في المجتمع الجاليه لا تعلم بها. يعني هناك لايف سكيلز اللي حكوا فيها هيدي، التعليم للاطفال الصف الرابع والخامس والثامن والتاسع يحدث في كل المدارس، منهج عباره عن 8 أسابيع. ولا أعرف مدرسة ليس فيها هذا البرنامج، و LIHC Access كثير من المؤسسات تقدمها. أحمد الآن أتى متأخراً لأنه كان بناركون ترينينج. هي يعني تدريب بشكل يومي تقريباً للمدارس، للبوليس، إلى آخره. فهناك كثير من الجهود نريد أن نعرف الجالية بها. نعرف أنه هذا اللقاء غير كافي، ولكن لعله يعني مقدمة وممكن للإنسان أن يتواصل مع هذه المؤسسات وغيرها من المؤسسات. أريد أن أذهب إلى أسئلة من الجمهور. سؤال قبل أن نأخذ من الجمهور سؤال آخر، ما الذي يجعل العائلات ترفض الإقرار بوجود مدمن لديها حتى لو كان نتيجة ذلك ضياع المدمن وذهابه نحو الموت؟ هل السبب اجتماعي، خشية من الفضيحة، أم نفسي، أم ديني؟ Do you face denial and is it an obstacle in front of your treatment? It changes, يعني من كل شخص لشخص. يعني the cases I work with حسب الشخص وحسب what he's going through. Okay. مرات العائلة بيكون originally بيكون in denial. Okay. ليش؟ منشان هيك بيكون عنا program on how to detect the sign of addiction بالأهل. Okay. So it changes from person to person. It changes from family to family. حسب العائلة، حسب what they have going on. There is the shame, there is the stigma. There is the need of our help, مش حدا يعرف. Okay. يعني whenever we have a funeral, sorry, they won't say it was overdose. They never say it's overdose. Okay. And on average, from the police reports, the Bijouni. بس police reports. نحن ما عم نحكي بومو هاسبيتال، ما عم نحكي وين كاوني. Dearborn police report, I average 1 death every month. That's a lot. This is only Dearborn police report. We're not talking about Bomo hospital. We're not talking about any other agency. Only the reports that I get that the police is involved in. 1 death in Dearborn every month. That's a lot. Okay? We don't talk about the funerals. We don't talk about how many people are lost a family member. Okay, it's a sad. But the more awareness we have, the more it's out there, the more we talk about it. We have, to answer the gentleman's question on that, we have town halls once a year or twice a year. They have town hall meeting once a year. I had a Narcan training, like he said. I had 20 people show up. We put it on social media, we put it at the IC, at the big mosque. The outreach is there, the services is there. Okay? That's the question, I'm sorry. You said the services are there, but nobody's coming. Thank you. Let's take it by order, please. But let the panel finish the comments and I'll come back to you, please. Okay. Ali Sayed and Dr. Adnan, just briefly, please. يعني الأهل دائماً بيشعروا بإحساس أحياناً بالفشل أو بالجرح النرجسي narcissistic injury من إلا لما بيشوفوا أولادهم عم بيعانوا.
وبالتأكيد جزء منها cultural له علاقة بنظرتنا كمجتمع وكثقافة تجاه الأمراض النفسية وتجاه المعاناة. فهذا كله بيأثر بيخلي الأهل يكونوا in denial. بس أنا برأيي جزء أكبر كمان إنه لما تحول الإدمان لديزيز موديل، لما تحول الإدمان كانت المحاولة بالبداية إنه إذا بنعمل الإدمان ديزيز مثل أي مرض يعاني منه الإنسان بتخف الستيغما. على العكس هذا الشيء ما صار، بالعكس صار في إحساس أكثر بإنه هذا المرض عبارة عن مثل ما قلت قبل بالبداية عبارة عن نقص بالإرادة ونقص بالأخلاق. يمكن نحن بنقدر نساعد الأهل أكثر لما عملية التوعية اللي عم يقوموا فيها الشباب هاني والمؤسسات، كمان نقلل the moralism of the issue، نقلل الشعور بأنه هيدي مسألة أخلاقية. لا، لازم نعرفها بما يعني هو التعريف المضبوط، هيدي مسألة نفسية، مسألة اجتماعية، لا إلها علاقة لا بالأخلاق ولا بأي شيء، إلها علاقة بأنه الإنسان لازم يعني to reach out ويأخذ مساعدات من غيره. بهذا بيساعد الأهل كثير لما بتكون يعني الفكرة دائما أنه هيدي نقص أخلاقي أو نقص بالإرادة. أنا برأيي بنظر الأهل حتعكس عليهم وتخلي أنه يكونوا reluctant أو مش مستعدين يروحوا يأخذوا الهلب الموجودة، وساعتها بيكون الأمور يمكن كان في البداية بأولها ممكن تسيطر عليها وتتحكم فيها، بعدين بيصير الوضع كثير معقد وممكن بهالحالة يخسروا أولادهم أو يخسروا يعني مش ضروري بس بالموت، يخسروا الفيوتشر تبعهم ويخسروا الانفستمنت تبعهم فيهم. فلذلك لازم كمان نركز ككوميونتي انه نحاول نرجع الموضوع للموضوع النفسي، والموضوع ان هذا موضوع بحاجه ما يكون في اي اخلاقيات او اي نوع من يعني العار. واحب ان اذكر في مثل هكذا افات في المجتمع قد يلجا البعض ل يعني blaming each other، إلقاء اللوم على بعضنا البعض. في الحقيقة هذه مشكلة لن تحل إلا بتعاون الكل، ويجب أن نبتعد عن أي نوع من اللوم. أول شيء شكرا لكم للمعلومات اللي قدمتوها، لكن لو نقلناكم أنتم ثلاثة لجالية أخرى مثلا مكسيكان وحكيت الحكي اللي حكيتوه بيطلع صحيح على المكسيكان كمان نفس الاشي. لو رحتوا على افريكان امريكان برضو نفس الاشي. ما قدمتوا اشي يخص الجالية العربية في هذا الخصوص، بمعنى انه ما في ارقام عن الجالية العربية ولا في ابحاث عن الجالية العربية اللي تقول انه والله لسبب كذا والى اخره بيكون في ادمان او غير ادمان. أنا قضيت عمري شغال مع الـ Children's Trust Fund for the Prevention of Child Abuse and Neglect. مع هذا الـ Organization ما كان في هناك يعني حتى من الجالية العربية تواصل مع هذا الـ Organization بشكل المتوقع. فأنا بدعو إلى أنه يكون في هناك توجه في الجالية العربية أنه يعملوا أبحاثهم بحالهم. فهذه تصير بعدين استجمة انه والله الجالية العربية هي الوحيدة اللي موجودة في المنطقة عندها مشكلة ادمان، وهي مش صحيح. مش صحيح، نعم في ادمان، لكن في الجالية العربية في ادمان وفي غير الجالية العربية في ادمان، ويمكن يكون عندهم اكثر مما موجود عند الجالية العربية، لكن في هناك اسباب. خلينا نذكر هاي الاسباب، ندرسها بشكل علمي ودقيق ونقدمها للجالية عشان نعرف كيف بدنا نتعامل معها. شكرا. Thank you. Is there any data that shows that Arab American community has been struck more than other communities? There isn't specific data. We're conducting a study now to determine the effect on the Arab Muslim population specifically around the country, but the data is collected nationwide and the data is very clear, and it, like you said, resonates in the Arab community. And that data includes literally 1 in 5 people suffer from a mental illness. There's 46, 47 million Americans, Arab included, that suffer from a mental illness. You're absolutely right, the stigma could be worse. We have patients in our program
whose parents are principals and doctors and lawyers and judges that are in our program. And they are very shameful and don't want anyone to know. But if we were able to use their children as a billboard and actually let others know that they're not alone, and those that are brave enough to come out and say that they've suffered, and they are suffering. You know, the statistics are very, very obvious. You know, they're claiming 21 million people are addicted to a substance. 21 million. And only 10% of those receive treatment. So what are we doing with, you know, the 19 million or so that haven't received any treatment for their addiction? I hope I answered the question completely. Thank you. We'll take a last question, then we'll give you time for last words. Assalamu alaikum. Hassan Sim. First, I thank each and every one of you for all the effort you are putting into this problem. Now, substance abuse and drug addiction is an illness, and we have to face it that way. Now, prevention and awareness will help to play a big part in helping preventing or making people, I guess, not to get to the program, to the addiction to begin with. My question was, Ahmed said, and you know, we have a lot of programs, and the problem is the people are not coming to them. My question is, we have to find a way to get to the people. We don't have to expect people to come to us all the time. Obviously, in our community, people are not going to come to us. We need to find a way to get to every and each one of them. Thank you. Thank you, and please answer this question with your final word each.